الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو الفضل عبد الواحد التميمي رضي الله عنه ورحمه في اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه أنه كان يقول وكان يقول إن الفقر أشرف من الغنى. شوف أنا يعني طيب مسألة الفقر والغنى هي مسألة اختلف فيها العلماء اختلاف كثير جدا أو عظيم جدا على مذاهب. فمنهم من ذهب إن الغنى أفضل، ومنهم من ذهب إن الفقر أفضل، ومنهم من ذهب إن الكفاف أفضل، ومنهم من يرى من لم يرى المفاضلة، ومنهم من قال يعني الفقر يكون أفضل لمن أداه إلى عبادة الله، والغنى أفضل لمن أداه إلى عبادة الله جل وعلا. لا سيما أن هناك حديث ضعيف وهو إن من عباد من لا ينفعه إلا الفقر، ولو يعد من لا ينفع ولو اغنيته لفسد حاله، ولو يعد من لا ينفعه الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله. والحقيقه انك لو نظرت الى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابه الكرام ستجد منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتوسط ومنهم الذي عنده الكفاف في هذا الباب. فالمساله تقف يعني اجمالا، لان وقت عندي ضاق جدا انا اسف، المساله تقف في هذا الباب على قولين. القول الاول لا مفاضلة إلا بالعمل، فالفقر قدر والغنى قدر، وأنت في القدر واجب عليك أن تسلم. الفقر قدر والغنى قدر وأنت عليك أن تسلم. يقولون وهنا من تعبد لله بالصبر على الفقر كان أفضل، ولأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والبعض قال بل لو أدى الشكر على النعمة كان أفضل الناس، لأن الله جل وعلا قال شاكرا لأنعمه، قال إنه كان عبدا شكورا. والفاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكم، يصلي الحكم على المال فيصل في رحمه ويعرف لربه حقه، فهذا بأرفع المنازل. نعم. وقال ذهب أهل الدثور بالأجور. فهذه كيف رجحت أن الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر. جاءت الكفة الثانية أقوى. ما هو أقوى؟ أن الله اختار لنبيه هذا الحال، وهذا الحال قال العلماء هو حال ليس حال الفقر ولكن هو حال الكفاف، خرجوا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد كفافة. والحقيقة أنا دائما في الكفة التي معها اختيار الله للنبي، لأن النبي لا يختار لأن الله يختار لنبي إلا الأفضل، لا سيما وأن فاصل الخطاب أن النبي خير بين الغنى والفقر، جاءه ملك خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فوقف فنظر إلى جبريل فأشار عليه أن تواضع، ده الاختيار، فاختار أن يكون عبد الرسول. وكان سلم وهو خير الناس يربط بطنه بحجرين وثلاثة، وأكثر الصحابة كانوا كذلك، حتى أبو بكر كان غنيا ثريا فأنفق كل ماله في سبيل الله، ولذلك وهو خليفة ذهب اليوم الثاني إلى السوق. عمر قال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال أولادي طعام الشراب المتجرة. قال لا جاءك ما يشغلك، نضرب لك كفاية. شو كفاية؟ بس كفاية شاه، ويعني التقسيم لو تسمع ما قسموه له تتعجب آخر العجب. ها في السنة قال هنضرب لك كذا وكذا في السنة في العام، كفاية فقط كفاية. وعمر نفس الامر، عمر كان يبكي، وكان لما حلبوا له لبن قال هذا لبن ليس هذا من نقطنا. شوف حتى لبن عارف، قال هذا لبن ليس من نبت ناقتنا. قال يا امير المؤمنين يعني حدث مع الناقه شيء، اعتقد اخذوها او شيء من ذلك، فلم يجد لها لبنا، فاخذ لبن من لبن الصدقه، ناقه من ابلا من ابل الصدقه، فحلبها فوضع اصبعه في فمه فاستقاء. قال طعمني من اموال المسلمين. فسرت زوجته وقالت انت من المسلمين. اللهم انت منين؟ انت من المسلمين. فكان يقول اما عملي مع بيت المال هو ايش؟ كعمل الوصيه مع اليتيم. من كان غنيا ها
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. ويعني الغنى كان ممدوحا في عثمان، كثير من الصحابة الذين تقدموا الناس ما كانوا أغنياء، فتح الله عليهم بعد ذلك. صحيح أقول يعني إن شاء الله يكون تفصيل بقى التفصيل في الدرس القادم، وأستأذنكم الآن. صحيح في هذا الباب أقول نعم لكل عبادة، هذا قدر والتسليم له، ولكل عبادة. وأسعد الناس من مر مع القدر وذهب وراضي القدر لله جفا، لكن لكل عبادة صبر على فقر أو شكر على 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 غنى. فنقول واختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأحوال، لأن الله يحب نبيه، لا سيما قد وردت الأدلة على التزيد في الدنيا، وردت الأدلة أيضا على أن الله يبغض الدنيا، الدنيا معلومة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وورد أيضا أن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، وده اللي عمله عمر بن الخطاب مع الصحابة القدامى، أبقاهم في المدينة، قال الدنيا اتفتحت على التابعين لا لا لا، يبقى أهل النصرة معي عشان ما تتبدل حالهم في هذا الباب. ولذلك عمر صار على علي بن أبي طالب صار على نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يلبس الثياب المرقعة. فالصحيح أن الله اختار لنبيه الكفاف، فالدنيا الكفاف، حتى لا يتمندل بك الأراضل، حتى لا يتمندل بك الأراضل، وتحمد الله على ذلك وتسير سيرا إلى ربك جل في علا. نسأل الله جل في علا أن يجعل ذلك في موزين حسنات، وأجعله خلاص الوجه لله الكريم في مكان الله دائما متصل ومكان غير الله انقطع انفصل. سامحوني. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.